كل حاجة بتعملها بتتكتب وتتسجل في صحيفتك، مش بس الافعال، ده كل كلمة بتقولها بتتسجل عليك. لكن ليه بتتسجل؟ مش ربنا عز وجل عارف ان هعمل الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني؟ وبعدين انا كلامي مع اصحابي بيكون هزار كتير، وطبيعي علشان الحوار يكون فرفوش يعني كده لازم نقول لفظ خارج كده ولا كده، يعني علشان الحوار ما يبقاش قفل بقى وكده. فده حرام ولا ايه؟ ولو حرام فالمفروض اعمل ايه علشان اتوب؟ قول لي بقى المعلومات دي كلها، ده اللي هنعرفه ان شاء الله. يلا بينا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو واحد مننا لقى نفسه متراقب من اي جهة ايا كانت، بتلاقيه دايما بيخلي باله من اي حاجة بيعملها ويراقب نفسه في كلامه مع الناس وتحركاته، هتلاقيه ماشي بنظام وانضباط تام علشان يرجع ويبص للي بيراقبه. راضين يا سيادنا؟ راضين. فما بالك بربنا عز وجل وهو بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتطلع منك ليها حساب. في اي وقت بتتكلم مع اصحابك، مع قرايبك، مع حبايبك، بتهزر او بتبيع، تفضل تقسم بالله ان الحاجة دي تمنها كذا وانك هتخسر فيها كتير لو بعتها بالتمن الفلاني، وكل ده كدب. طب ليه ربنا عز وجل امر الملائكة رقيب وعتيد انهم يكتبوا كل حاجة بتتقال وكل حاجة بتتعمل؟ ما هو ربنا عز وجل عارف اللي بيحصل. ده بقى بيحصل علشان تبقى حجة ودليل عليك، وتبقى يوم القيامة صحيفتك قدامك كده، ولما تتعرض اعمالك واقوالك كلها ويتقالك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، وقتها ما تقدرش تقول ده انا ما عملتش كذا ولا الحاجة الفلانية دي غلط. كل حاجة متسجلة وتتعرض عليك كأنك شايفها حية زي ما حصلت بالظبط. وللأسف المصايب اللي بتحصل من اللسان كتير، الكذب والغيبة والنميمة والألفاظ البذيئة واليمين الغموس. اليمين الغموس اني اقسم على حاجة وانا عارف اني كذاب، وده من الكبائر. اما الغيبة فدي معناها ذكرك اخاك بما يكره. يعني مثلا واحد قصير وشايف ان دي حاجة مش كويسة، وشايف والله ان الطول احسن، فانك تقول في غيابه ده قصير، سواء قول صريح او بالتلميح او التريق تعالي يعني، فدي غيبة وده حرام. السيدة عائشة قالت يا رسول الله حسبك من صفية انها، وشورت بايديها كده قصدها قصيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. وهنا بقى الصحابة قالوا يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول، يعني بوصف فلان انه منافق او كذاب وهو فعلا كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان ده اللي هو الكذب، دي الغيبة. انما النميمة بقى ان انقل كلام واحد للتانيين علشان افسد ما بينهم. وطبعا الالفاظ البذيئة معروفة، ومش بس بنقولها وقت الخناقات ولا وقت الغضب، ده بقينا بنقولها وقت الهزار واحنا مع اصحابنا وحبايبنا، ولو ما قلناهاش يستغربوا يقولوا ايه ده انت مالك يا ابني، في ايه، انت تعبان ولا ايه، بتفرفش كده امال. ده طبعا غلط، وكل الحاجات اللي فاتت دي مصايب كبيره. والالفاظ البذيئه هتفضل بذيئه في اي وقت، وتاخد عليها ذنوب كتير جدا وانت مش حاسس، لان زي ما قلنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فانا عاوزك بقى تركز كده وتخليها بالعقل شويه. كل ما تقابل صحابك وتقعدوا مع بعض كده تغتابوا في ده وتشتموا ده وتجيبوا سيرة ده، وده طبعا كله من باب الهزار، حاول تحسب لنفسك كده كم ذنب ممكن يطلع لك من الليلة دي كلها. يعني مثلا كم لفظ مش لطيف انت قلته. طب يا عم الكلمة دي منتشرة في المجتمع وكله بيقولها، يعني عادي وما فيهاش حاجة. طيب خلينا بقى علشان نعرف عادي ولا مش عادي، تقدر تقول الكلمة دي قدام ابوك؟ بلاش ده. لو النبي صلى الله عليه وسلم جنبك وقلت الكلمة دي في حضوره، رد فعله هيكون ايه؟ وقتها بقى حدد الكلمة دي حرام ولا مش حرام. المهم احسب بقى كم كلمة مش كويسة انت قلتها، كم واحد اغتبته، كم واحد نميته، كم كذبة قلتها، كم يمين طلع منك وانت عارف انك كذاب. وخلي بالك كل ده كبائر. عد بقى كل ده واحسب بقى في كل قعدة طلعت بحصيلة قد ايه. وخلي بالك دي قعدة واحدة بس في اليوم، ودي الذنوب اللي جاية من الكلام بس في القعدة دي، ولسه اليوم طويل والقعدات كتير. ده غير الذنوب التانية اللي مش محتاجة قعدات. لو فرضنا انك طلعت في القعدة دي بخمس ذنوب بس، يعني خمس الفاظ قلتهم وحشين، ولا خمس اشخاص بس غتبتهم، ولا مزيج من كل ده، وتكررت القعدة دي كل يوم، يبقى في السنة 1825 ذنب من القعدة دي بس من مجرد شوية كلام. وسنة على سنة هنفترض انك فضلت على نفس النظام ده 30 سنة، فبالصلاة على النبي كده 54750 ذنب في قعدة واحدة بس. انت متخيل؟ يعني تيجي يوم القيامة كده تلاقي جبال من الذنوب انت مش عارف جات منين. معنى كده ان اللسان مصيبة. ازاي بقى نتوب بعد ما نقع في مصيبة من مصايب اللسان دي؟
دي وازاي اساسا نتجنبها من الاول. طالما الحاجه دي بينك وبين ربنا عز وجل ارجع وتوب لربنا واندم على الذنب ده وعاهد نفسك انك ما تكررهاش، ولو كررتها غصب عنك هترجع تاني وتوب وتندم وتقول يا رب مهما كانت عدد المرات، المهم تبقى بتقع في الذنب غصب عنك مش بارادتك. انما لو الذنب كان بينك وبين العباد زي الغيبه والنميمه لازم صاحب الشأن يسامحك. طيب مثلا مش هعرف اطلب من الشخص اللي غلطت فيه انه يسامحني، لاي سبب بقى كان، مثلا الشخص مات خايف منه، ولا انا مثلا اغتبت شعب كامل قلت الشعب الفلاني ده في كذا، مش هعرف اخلي الشعب كله يسامحني، وفي نفس الوقت ما عنديش المقدره ان اجي يوم القيامه وكل واحد من الشعب اللي انا شتمته ده وغلطت فيه ياخد من حسناته ويحط على سيئاتي. في الحاله دي اعمل ايه؟ كل ما افتكرهم ادعي ليهم، وزي ما قعدت في مجالس وقللت من شانهم وقعدت اشتمهم او اغتبتهم يبقى اقعد في نفس المجالس او مجالس زيها واعلي من شانهم وامدحهم واحسن صورتهم قدام الناس. الموضوع كبير ما فيهوش هزار، اوعى تستهين بيه. دي كلها عقبات من اللسان تمنعك من انك تمشي لطريق ربنا عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول املك عليك لسانك، وبيقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. اللسان خطير، اوعى يتحكم فيك، انت اللي تتحكم فيه. فاللهم اجعل كتابنا في عليين واحفظ ألسنتنا عن العالمين. السلام عليكم.